اليوم احتياطنا الصرف الحقيقي راه فوق يفوت 70 مليار دولار، كان ب 40. صح سعر النفط والغاز داخل فيه شويه، ولكن العجز كان بدا يتسجل لما كان برميل النفط يسوى 140 دولار. انا ذاك لان 140 دولار كانت تخرج منها 80 دولار للخارج. إذن ماهوش إلا السعر، فيه إرادة قوية نتاع ناس وطنيين أحرار اللي تصدوا المشاكل المطروحة. لو كان نبدأ نذكر لكم كل الثغرات اللي كانت موجودة في الاقتصاد، نبقى معكم حتى الغدوة إن شاء الله. شيء رهيب، شيء رهيب أنا أقول لك. يعني تكتر الإنتاج الوطني تاعك باش تسمح للناس يستوردوا، ويستوردوا الاستيراد كان مبرمج على أساس تخريب البلاد.